بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حصريا على موقع لنا دار السلام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمئننا يا إلهي. عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه، عنوانها سؤال وجواب حول الأحداث. الموقف الذي يتعامل به المسلم مع هذه الأحداث أن يرد هذه الأحداث ويزنها بميزان الشريعة، بشريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ما يحفظ للإنسان إنسانيته، بشريعة الله تبارك وتعالى ما يحفظ على العبد قلبه وروحه. أول سؤال عباد الله: هل الإسلام دين دموي، دين إرهاب، دين تطرف، دين وحشية؟ من أتباع الغرب الذين يريدون لهذا البلد ألا يحكم بشريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الكل يخاف الله جل وعلا العظيم تبارك وتعالى الرحيم الحكم العدل، أهو الذي يتكلم بهذا الكلام. الله جل وعلا يقول: إن الدين عند الله الإسلام. هناك نوع، هناك عقيدة لا تقبل التنازل. أنا أقول كما قال الله جل وعلا: لقد والله لو حدثت الآن حريق، لو حدث الآن حريق في بيت أحدهم لما رأيت أكثر من المسلمين وأسرع منهم لنجدتهم وإغاثتهم، بأن ديننا عباد الله يأمرنا بذلك. يريدون إشعال الفتنة، فنحن نحذرهم ونقول، ومع أننا ندعو إلى ضبط النفس وألا يتعدى أحد، والمرحلة أخذت تمر بفضل الله، لكن هناك بعض الناس يأبى إلا أن يشعلها فتنة. فنحن نقول: اعلم يا من تريد إشعال النار أن النار حينما تبدأ تشتعل سوف تحرقك أنت في البداية، سوف تحرق أنت في البداية. ولسنا محتاجين إلى أمريكا ولا غيرها ليحموا بلاد الإسلام بفضل الله. فنحن مسلمون، عندنا دين عظيم، دين يمنعنا من الظلم، دين يمنعنا من التعدي ويأمرنا بالعدل. نحن نعامل الناس بشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواسع العظيم، الجواد البر الرحيم، خلق كل شيء فقدره، وأنزل الشرع فيسره، وهو الحكيم العليم. بدأ الخلق وأنهاه، وسير الفلك وأجراه، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلي الأعلى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على العالمين، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين، وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين، وعلى عثمان المقتول ظلمًا بأيدي المجرمين، وعلى علي أقربهم منه صلى الله عليه وسلم نسبًا على اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما فاحت الأزهار، وما تناغمت الأطيار، وما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، أيها المسلمون الأخيار الأطهار،
فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه، عنوانها سؤال وجواب حول الأحداث، سؤال وجواب حول الأحداث. أيها المسلمون عباد الله، كلنا يتابع ما تجري به، ما يجري في مصر من أحداث في كل يوم تتجدد، وفي كل يوم تتغير، والمسلم يتفاعل مع الأحداث، لا يعيش بمنأى ومعزل عن واقعه، بل هو يتفاعل مع الأحداث التي تحدث في الواقع، تحدث على الأرض دائما وأبدا. الموقف الذي يتعامل به المسلم مع هذه الأحداث أن يرد هذه الأحداث ويزنها بميزان الشريعة. ميزان الشريعة عباد الله هو الميزان العدل، الذي من وزن حياته به فاز وأفلح ونجح كل النجاح بإذن الله تبارك وتعالى، لأن شرع الله عز وجل لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأتى بما ينفع الإنسان فيها وبما يصلح حال الناس فيها. حتى إن بعض اليهود تكلم مع سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، وقال: أرى نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى كيف يقضي المسلم حاجته، أكرمكم الله. فأعلنها سلمان الفارسي عالية دون مواراة، بل بافتخار: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. تأملوا عباد الله هذه الشريعة التي بيّنت للإنسان أدق الأمور التي هو يفعلها ويمارسها. في شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ما يحفظ للإنسان إنسانيته، في شريعة الله تبارك وتعالى ما يحفظ على العبد قلبه وروحه، في شريعة الله تبارك وتعالى ما يحفظ على العبد كذلك بدنه وحياته كلها. لذلك نقول عباد الله، انطلاقا من هذا المفهوم وانطلاقا من هذا المعنى، أننا جميعا ينبغي أن نزن حياتنا بميزان الشريعة. ما يحدث حولنا من أحداث تحتاج إلى أن نردها إلى أهل العلم الذين يتكلمون بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتأملوا عباد الله في أهل العلم، وكيف أن أهل العلم كما قيل نور الفطنة يبدد ظلمات الفتنة. أهل العلم بما عندهم من علم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمون بما يصلح الناس، أحوالهم، أخلاقياتهم، سلوكياتهم، وجميع حياتهم بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك عباد الله، انطلاقا من هذه الكلمات، نقول: سؤال وجواب، سؤال وجواب حول الأحداث التي مرت بها مصر وتمر بها كذلك. أحداث تتجدد، آخرها أحداث الأحد الماضي، والتي كانت فتنة تهز البلاد هزا عنيفا، لكن الله عز وجل سلم منها. نقول عباد الله، في هذه الأثناء ظهرت بعض التساؤلات
أو سمعنا بعض الكلمات، سمعنا بعض الكلمات ها هنا والبعض يتكلم بها، وكذلك في الغرب الكافر وأمريكا يتكلمون بهذه الكلمات. أول سؤال عباد الله، هل الإسلام دين دموي، دين إرهاب، دين تطرف، دين وحشية؟ هل الإسلام فعلا كما يقال عنه في الغرب أنه دين لا يعرف إلا الدماء؟ أن الإسلام دين وحشي لما يطبق فيه من الحدود من الرجم والجلد والقتل؟ هل الإسلام دين وحشية وتطرف؟ هل الإسلام دين دموي ودين عنف كما يقال عنه في الغرب وكما يتكلم به بعض الناس في هذه الأيام من أتباع الغرب الذين يريدون لهذا البلد ألا يحكم بشريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ الكل يخاف سوف تتحول البلد إلى بلد يطبق الشريعة، سوف تتحول البلد إلى بلد إسلامي خالص، وهي بلد إسلامي خالص، فما الذي يقلقكم وما الذي يزعجكم؟ يخافون من أن يحكم الناس شريعة الله تبارك وتعالى. وبعض الناس صدق الكلام الذي يقال على الإسلام وأنه دين دموي، دين وحشي، دين تطرف وإرهاب، حتى أصبح من يتمسك بدين الله تبارك وتعالى عند بعض الناس متطرف وإرهابي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل الإسلام كذلك عباد الله؟ هل الإسلام كذلك؟ نقول لا، وبملء الفم والله لا، وبدون تحيز وتعصب لا، لأن دين الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه للبشرية جمعاء. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذي يقول هذا الكلام إنما هو رب الأرض والسماء جل جلاله وتقدست أسماؤه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله جل وعلا العظيم تبارك وتعالى الرحيم الحكم العدل هو الذي يتكلم بهذا الكلام. الله جل وعلا يقول: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام دين كل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. كل الأنبياء والمرسلون دينهم الإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله، يفردون الله تبارك وتعالى وحده بالإلهية. قال الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. تأملوا في قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن عيسى عليه السلام يعلنها أنه مسلم بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه الإسلام، دين كل الأنبياء والمرسلين. عباد الله، دين كل الأنبياء والمرسلين هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية جمعاء، دين يتميز بخصائص، شريعة تتميز بخصائص. أول هذه الخصائص عباد الله أن هذه الشريعة شريعة إلهية ربانية من عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. تأملوا عباد الله، هذا القرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين. تأملوا عباد الله، فهذا الإسلام من عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه.
الله تبارك وتعالى الإله العظيم الحكم العدل، هذا دينه عز وجل. وحينما نقول إن دين الإسلام من عند الله، فهذا الدين ليس فيه نقص وليس فيه شطط وليس فيه جور، بل كله كمال وكله تمام وكله عدل بفضل الله تبارك وتعالى. من خصائص هذه الشريعة عباد الله كذلك أن شريعة الإسلام شريعة عامة تشمل جميع البشر، تصلح جميع البشر إن هم دخلوا تحت مظلتها. شريعة الإسلام شريعة عامة لكل الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس عامة. أرسل صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن كافة يدعوهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد. فهي شريعة عامة تصلح جميع البشر بإذن الله تبارك وتعالى، تصلح المسلم كذلك، والله تصلح غير المسلم كذلك. هذا المسلم هذا غير المسلم هذا حتى لو ظل على دينه، لو ظل على دينه، فإن شريعة الله تبارك وتعالى تعامله بعدل وإنصاف. ليس في دين الله جور، ليس في دين الله ظلم أبدا، إنما إذا كان من عقوبات قد تطبق عليهم أو من جزية يدفعونها أو غير ذلك، فهذا بسبب أنهم ظلموا أنفسهم بابتعادهم عن دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فشريعة الله تبارك وتعالى كذلك عباد الله شريعة عامة لعموم الخلق. كذلك نقول عباد الله شريعة الله جل وعلا شريعة شاملة لكل نواحي الحياة، شريعة شاملة لكل نواحي الحياة، اقتصادا واجتماعا، سياسة داخلية وسياسة خارجية، سياسة داخلية وسياسة خارجية، في الحرب وفي السلم، في الشدة وفي الرخاء، في الصحة وفي المرض. جاءت تشريعات الله تبارك وتعالى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظ للعباد مصلحتهم. نظام الأخلاق الذي نفتخر به، لا يوجد نظام على مستوى العالم كله في الأخلاق كنظام الإسلام. هذا النظام العالي الرائع الذي ينظم العلاقة بين الرجل وبين أهل بيته، بين المسلم وبين غير المسلم، الذي يجعل الفقير يعطف الغني، يعطف على الفقير، الذي يجعل الإنسان يصل رحمه، الذي يجعل العبد يبر والديه، الذي يجعل العبد يعدل مع حتى من ظلمه. نظام في مستوى الروعة عباد الله. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غلام يهودي كان يخدمه، يمرض هذا الغلام فيأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره صلوات الله وسلامه عليه. هل الإسلام يحتاج إلى غلام يهودي في آخر لحظات من حياته ليذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لكنها دعوة الإسلام عباد الله. والدعوة إلى الإسلام يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيزور هذا الغلام ويعرض عليه أن يدخل في الدين، فيقول له أبوه أطع أبا القاسم، فيسلم هذا الصبي، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نظام في الأخلاق عال رفيع عباد الله. خذ العرف وأمر، خذ العرف. قال الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، آية تشمل جميع الأخلاق عباد الله، آية جامعة في الأخلاق التي ينبغي أن نتصف بها. نظام الاجتماع عباد الله. نظم الإسلام الحالة الاجتماعية بين الناس بدلا من هذه الفوارق التي نعيشها في هذه الأيام، والتي لا يشعر فيها الأغنياء بالفقراء.
جاء الإسلام وضع منهجاً عملياً لتظل العدالة قائمة في المجتمع، لتظل المودة والألفة والحياة والمحبة بين الناس بفضل الله تبارك وتعالى. نظام كذلك في السياسة، نظام في الحرب والسلم، نظام في الجهاد في سبيل الله، نظام في العقوبة عباد الله. انظر إلى هذه العقوبات التي أقرها الإسلام: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لو طبق حد السرقة عباد الله ما رأينا هذا العدد من اللصوص الذين يرهبون الناس والذين يخوفون الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو طبقت الحدود عباد الله لعاش المجتمع في أمن وأمان، على عكس ما يظن الناس. يقولون إذا حكمت الشريعة سوف تقطعون أيادي الناس، من الذي سوف تقطع يده؟ السارق الذي ظلم الناس وأخذ أموالهم بغير حق، وتعدى على حرماتهم، وتعدى على أمنهم وأمانهم، هذا عقوبة له يستأهل أن يفعل به ذلك. وإذا رأى الناس هذا الأمر لا شك أن من أراد أن يسرق سوف يقف مع نفسه آلاف المرات قبل أن يقدم على هذه السرقة. تأملوا عباد الله، دين الله جل وعلا وشريعة الله تبارك وتعالى تحفظ على الناس أمنهم وأمانهم في مصلحتهم والله، لكن جهلنا بدين الله تبارك وتعالى هو الذي يجعلنا نخاف من الشريعة. لماذا نخاف من الشريعة عباد الله؟ لماذا نخاف من أن تطبق علينا شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهي شريعة كلها خير ومصلحة ومنفعة وعدل وحكمة ورحمة وشفاء وغذاء ودواء، بل كل فلاح وكل نجاح وكل سعادة في الدنيا والآخرة أساسها شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن عباد الله، نحن أمام شريعة ربانية من عند الله تبارك وتعالى، نحن أمام شريعة عامة لجميع البشر في كل زمان وفي كل مكان، نحن أمام شريعة شاملة لكل نواحي الحياة بفضل الله تبارك وتعالى، نحن أمام شريعة ترفع الحرج عن الناس. إذا كان الإنسان مريضا جاء التخفيف عنه لأنه غير مطالب بأن يصلي في المسجد، بل يصلي في بيته، رخصة وتخفيف من الله تبارك وتعالى. صل قائما فإن لم تستطع، فصل قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، تخفيف ويسر من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فرض علينا الصيام في شهر رمضان، لكن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تخفيف من الله تبارك وتعالى. فرض علينا الحج، لكن الحج فرض على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تخيل أننا مطالبون بالحج في كل أسبوع، لو كنا مطالبين بالحج في كل أسبوع ماذا كيف سيكون حالنا عباد الله؟ لكن جاء التخفيف وجاءت حكمة الله تبارك وتعالى ورحمة الله جل وعلا أن شرع هذا الحج مرة واحدة في العام، مرة واحدة في العمر على القادر المستطيع، تخفيف من الله ورحمة من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. انظر إلى تشريعات الإسلام في الحياة الاجتماعية، تأملوا مثلا عباد الله في نظام الزواج، كيف أن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج واحدة واثنتين وثلاثة وأربعة، مثنى وثلاث ورباع. تأمل، وهذه من رحمة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تأمل لو كان الواحد له زوجة واحدة، انظر إلى حجم الفساد والرذيلة الذي كان سينتشر. انظر إلى الغرب الكافر كيف يعيش حياة شبيهة بحياة البهائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا؟ لأنهم ممنوعون من الزواج مرة ثانية، لأنهم ممنوعون من الطلاق، والرجل والمرأة له ميل إلى الجنس الآخر، فلا يجد فرصة إذا حرم عليه الطلاق والزواج إلا أن يبحث عن المتعة في الحرام والعياذ بالله. ولذلك أسر عباد الله ومجتمعات منحلة
لماذا؟ بسبب انتشار الرذيلة، وبسبب هذه التشريعات الأرضية التي ليست هي من عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله جل وعلا أباح للعبد أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، واحدة واثنتين وثلاثة. ولذلك بفضل الله جل وعلا مجتمعات المسلمين في أتم التماسك والقوة بعيدا عن الرذيلة بفضل الله تبارك وتعالى في أغلبها. أما مجتمعات الكافرين، مجتمعات والعياذ بالله منحلة، تنتشر فيها الزنا، وتنتشر فيها الوقوع في الخنا والعياذ بالله. في إيطاليا وحدها 1,000,000 امرأة تمارس مهنة الدعارة والعياذ بالله، في أشد بلد ينسبونها إلى التدين عندهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن شريعة الإسلام عباد الله شريعة فاضلة، شريعة رفعت الحرج عن المسلمين، رفعت الحرج عن العباد إنهم دخلوا تحت هذه الشريعة. انظر كذلك إلى تشريعات الإسلام في الطلاق. أباح الإسلام الطلاق إذا ما كانت له أسبابه. وهنا ينبغي أن ننبه عباد الله، إن بعض الناس قد يتسرع في طلاق امرأته بدون ذنب منها، وعلى أتفه المشكلات وأتفه الأسباب، وهذا نوع من الظلم. الإسلام أباح الطلاق لكن إذا كان له أسبابه. أما أنت فعليك أن تصبر وأن تعالج الأمر بحكمة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثلاثة أشياء عباد الله يعاقب بها الرجل المرأة، أو يعلم بها الرجل المرأة قبل أن يلجأ إلى هذه الأمور عباد الله. لذلك انظر إلى مجتمعات المسلمين، هناك نوع من التماسك بفضل الله تبارك وتعالى. لكن تحريم الطلاق على بعض الأديان الأخرى أو على بعض المذاهب الأخرى محرم عندهم الطلاق. لذلك أين يصرف الرجل شهوته وأين تصرف المرأة شهوتها؟ في الحرام والعياذ بالله. إذن عباد الله، دين الإسلام دين كامل، دين تام، دين عادل، دين الرحمة والحكمة والغذاء والدواء بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الإسلام عباد الله في حال الحرب في الجهاد في سبيل الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن أن يقتلوا طفلا صغيرا أو امرأة أو راهبا في صومعته أو شيخا كبيرا. تأملوا عباد الله، وأن يمثلوا بجثة أحد. هذه توجيهات الرسول صلى الله وسلم على الرسول. انظر إلى تشريعات أخرى في ديانة أخرى، تأملوا عباد الله، مأمور عندهم بقتل الأطفال والعياذ بالله، بقتل الأطفال. وانظر إلى دين الإسلام، الدين العالي الرائع العظيم، ابدأ فادعهم إلى الإسلام، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا راهبا في صومعته. تأملوا عباد الله هذه توجيهات الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. إذن هذا الكلام الذي يقال على أن الإسلام دين دموي ودين وحشي ودين تطرف وإرهاب، من يقول ذلك هو المتطرف وهو الوحشي وهو الدموي. أما دين الله جل وعلا فهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية جمعاء. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالحمد لله حمدا كثيرا مباركا من السماء وملء الأرض على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فما زلنا مع سؤال وجواب.
سؤال وجواب من عباد الله حول الأحداث. السؤال الثاني أن بعض الناس يقول عباد الله، بعض الناس بعد هذه الأحداث أو من بداية الثورات أو منذ فترة كذلك بعيدة يتكلم ويقول عن أن من يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتبع سنته أقواله وأفعاله أن هذا نوع من التشدد والعياذ بالله. والسؤال الآن، هل عباد الله السلفيون أو السلفية أو من أعلن تمسكه بدين الله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، هل هذا تشدد؟ هل هذا تشدد؟ نقول عباد الله وبدون تحيز وبدون مبالغة نفهم أصلا معنى الكلمة عباد الله. إن معنى كلمة السلف الآباء المتقدمون، وأنت حينما تقول أنا مسلم سلفي أنت تقول أنا مسلم أتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله كما كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فسلفنا جميعا عباد الله، سلفنا جميعا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس يكره أن يكون كصحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم قد تصدر بعض الأخطاء من بعض الأشخاص، لكن ليس هناك أحد حجة على الإسلام إلا الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. أما الإسلام كتابا وسنة بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الفهم الصحيح للإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. وهل الإنسان إذا قال أنا أرد إلى الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون حياتي وأنا أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأقوال والأفعال يكون متشددا عباد الله؟ هل هذا تشدد؟ هل الإنسان إذا صلى الفجر في جماعة يكون متشددا؟ هل الإنسان إذا ترك النظر إلى النساء يكون متشددا؟ هل الإنسان إذا ترك سماع الأغاني المحرمة يكون هذا تشددا؟ هل الإنسان إذا ترك أكل الربا ولم يتعامل بالربا يكون متشددا؟ هل الإنسان إذا ترك شرب المخدرات والخمور المحرمة يكون متشددا؟ هل الإنسان إذا أعطى النساء في الميراث، أعطى أخواته وأمه من الميراث، أعطى كلا حقه يكون متشددا؟ هل الإنسان إذا أحسن إلى جيرانه وعامل الناس بالقسطاس المستقيم يكون متشددا؟ هل الإنسان عباد الله إذا حافظ على تلاوة القرآن وعلى ذكر الله جل وعلا يكون متشددا؟ هل الإنسان حينما يقول أنا لا أرضى إلا بشرع الله تبارك وتعالى يكون متشددا؟ شرع الله ليحكم في كل صغيرة وكبيرة. نسمع هذا الكلام حينما تحدث مشكلة بين الناس، مشكلة على أرض، مشكلة على ميراث، مشكلة قتل مثلا، انظر حينما نقول تعالوا يا ناس إلى شرع الله تبارك وتعالى، تعالوا إلى أحد العلماء يقولون لا، الشرع يوحلنا أن يوقعنا في الوحل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يخافون يقول الشرع شديد وشرع الله عند غيرك. هذه الكلمة الفظة الفظيعة الموجعة والعياذ بالله. تأملوا عباد الله، نقول تسمع هذه الكلمة حينما يدعى الناس إلى تحكيم شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، يرضون بحكم بعض المراضي في بعض المواعيد كما يسمونها، ويتركون اللجأ إلى العلماء الذين يحكمون بينهم بشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هل الإنسان إذا طالب بأن يطبق عليه شرع الله عز وجل وبأن يتحاكم إليه في كل صغيرة وكبيرة يكون متشددا؟ هل الإنسان إذا عامل الناس بالعدل والأمانة، كيف أين تسمعون عباد الله هذه الجملة التي سوف أقولها؟ من من التجار عباد الله، من من التجار حينما يكون عنده عيب في السلعة يقول للرجل الذي يريد أن يشتري هذه السلعة فيها عيب، من؟ أم أن الجميع أو أكثر الناس إلا القليل ممن رحم الله يريد أن يبيع، المهم أن يبيع حتى ولو كان هناك عيب في السلعة، فالكل يريد أن يبيع، لا يظن أن هذا القدر الذي أخذه من المال والسلعة فيها عيب أن هذا محرم عليه. فإذا أتى إنسان يقول اتق الله وأعطه وبين له العيب ولا تبع له ما فيه عيب، قال إنك متشدد، واتركونا نعيش في حياتنا ونعيش أمورنا كما نريد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هل العبد عباد الله حينما يطالب يقول يا أيها الناس عودوا إلى ربكم تبارك وتعالى وتحاكموا إلى شرع الله جل وعلا في كل صغيرة وفي كل كبيرة؟ هل هذا يقال تشدد؟ هل الإنسان حينما يقول عن أن من يعبدون الفئران أو يعبدون البشر أو يعبدون الحجر من دون الله جل وعلا يقول عنهم إنهم كفروا بالله جل وعلا يقال أن هذا نوع من التشدد؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. هؤلاء الذين يتكلمون عباد الله يتكلمون بشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. خذوا مثلا السؤال الثالث، البعض يقول عباد الله الذين أشعلوا الفتنة هم من قالوا عن النصارى والأقباط أنهم كفروا بالله تبارك وتعالى. نقول عباد الله نحن نتكلم بكتاب الله، والله جل وعلا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه عقيدة عباد الله، عقيدة ليس فيها التنازل وليس فيها مجاملة وليس فيها محاباة. فرق بين العقيدة وفرق بين المعاملة على الأرض. نعم هو يخالفني في الدين، عندهم في كتابهم أن من لم يؤمن بالرب يسوع أنه أي بعيسى ربا وإلها أنه كذلك كافر لا يدخل الجنة، هذا عندهم في كتابهم. فنحن نقول ما عندنا في كتابنا كما أنهم يقولون ما عندهم في كتابهم. أما على الأرض عباد الله فليس عندنا ظلم ولا تعدي بفضل الله تبارك وتعالى. نحن نعلم أن بعد أحداث الأحد الماضي نحن نؤكد تماما أن 90% من الأقباط لم يرضوا عن هذه الأحداث وأنهم لا يرضون عنها أبدا، وأن الذين فعلوا ذلك قلة قليلة هم لا يمثلونهم. تأملوا عباد الله، سنوات طوال عاش الأقباط مع المسلمين على أرض مصر، لم نسمع بنوع من هذه المشكلات حدثت في يوم من الأيام بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا هناك عقيدة لا تقبل التنازل. أنا أقول كما قال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وندعوهم إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى، وهم عندهم يتكلمون كذلك بهذا الكلام. أما المعاملة عباد الله فهناك نوع من التعايش السلمي بيننا وبينهم بشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا نظلمهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه معاملة حتى لا نخلط الكلام بعضه ببعض، بل نفرق بين أمر العقيدة الذي لا ينبغي لمسلم أن يتنازل عن هذه العقيدة، لأنه إذا تنازل وقال أنهم مؤمنون أو أنهم مسلمون فقد كذب بكتاب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ونحن إذا قلنا عنهم كما قال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ليس معنى ذلك أن نظلمهم أو أن نأكل أموالهم أو أن نذهب مثلا نتعدى عليهم. وأنا أؤكد والله لو حدث الآن حريق في بيت أحدهم لما رأيت أكثر من المسلمين وأسرع منهم لنجدتهم وإغاثتهم، لأن ديننا عباد الله يأمرنا بذلك. ثم إننا عباد الله نقول، هم يقولون نحن مضطهدون ونحن أقلية ونحن أصحاب الأرض، ونحن نريد أن نبين الحقيقة عباد الله. أولا قولهم إنا مضطهدون، لا توجد أقلية على ظهر الأرض سعيدة تعيش في أمن وأمان كما يعيش الأقباط على ظهر مصر على أرض مصر بفضل الله تبارك وتعالى. في أمريكا نفسها السود يواجهون عنصرية ومعاملة رهيبة من البيض، الذين يعاملون الكلاب التي عند البيض أفضل من معاملة السود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنصرية عظيمة جدا موجودة في بلاد العالم كله، لا تجد الأمن والأمان ولا تجد العدل إلا في شريعة الله تبارك وتعالى. فليسوا مضطهدين أبدا. دخل الإسلام مصر منذ 1500 عام، دخل الإسلام مصر سنة 20 هجرية وهم يعيشون في أمن وأمان بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نعم قد تحدث بعض الأحداث الفردية لا تمثل الدين عباد الله، قد يحدث خطأ من بعض الأفراد، لكن ليس هناك أحد حجة على الإسلام إلا النبي صلى الله وسلم على النبي. يقولون أنتم تقولون أنتم أقلية ويحزنون ويتضايقون من كلمة أقلية. نقول لك مصر
دولة 95% منها مسلمون، كما آخر إحصاءات بعض المراكز في أمريكا أن نسبة المسلمين في أمريكا 95%، نسبة الأقباط في مصر 4.5%، والنصف الباقي النصارى الأرثوذكس في مصر 4.5%، بقية النصارى الكاثوليك والبروتستانت وبعض اليهود عددهم أو نسبتهم 0.5%. إذن مصر غالبية السكان مسلمون، ولذلك نحن نقول هذه أكثرية، الذين عاد نسبتهم 95% أكثرية، والذين نسبتهم 4.5% هؤلاء أقلية. لا أحد المفروض يتضايق من هذا الكلام. نقول هل المسلمون ظلموهم في يوم من الأيام؟ انظر إلى تاريخ مصر، الفراعين حكموا مصر يوما من الأيام، وللعلم أن الجنس الفرعوني الآن انقرض، حتى لا يظن بعض الناس أن مصر تنتسب إلى الفراعنة. لا يوجد أحد من الناس الآن يقال عنه أنه ربما ينتسب أو ربما ينتمي إلى جنس فرعوني إلا بعض أهالي النوبة وبعض أهل سيوة، وهؤلاء دخلوا في الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى، لكن الباقي كله عباد الله، إما من جزيرة العرب رحل واختلط الناس، لأن مصر فيها النيل وكان الناس يأتيها من كل مكان، ثم من دخل في دين الإسلام فهذا شرف لكل أحد. حكم الفراعين مصر، الفراعنة مصر قدرا من الزمان، ثم حكمها بعد ذلك اليونان، وهم الذين نشروا هذه التسمية، تسمية القبط، أي من كانوا يسكنون مصر. بعد اليونان حكم مصر الرومان، وهؤلاء أساموا أهل مصر سوء العذاب، كانوا يضعون أهل مصر في الزيت المغلي، وكانوا يأخذون منهم جزية مضاعفة ومبالغ باهظة. لما أتى المسلمون وهم من حكموا مصر في المرحلة الرابعة، أتوا إلى مصر سنة 20 من الهجرة 7,000، وكان عدد المصريين يومئذ 3 ملايين، 3 ملايين كان عدد أهل مصر. أما عدد الصحابة الذين أتوا إلى مصر 7,000 عباد الله، 7,000، قائدهم عمرو بن العاص فتحوا مصر بفضل الله تبارك وتعالى. ثم تحولت مصر الآن إلى 80 مليونا بفضل الله جل وعلا، أكثرهم من المسلمين. فهل من المعقول عباد الله أن 7,000 قهروا 3 ملايين، أم أن 3 ملايين دخلوا في دين الله بكل إرادة واختيار؟ إذن الإسلام لم يظلمهم أبدا بفضل الله جل وعلا، بل حفظ أمنهم وأمانهم، من التزم معنا ولم يتعدى على المسلمين عاش في أمن وأمان بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماءه. كبيرهم يوم من الأيام في الثمانينات أعلنها أنهم كأقباط لم يعيشوا أمنا وأمانا إلا في ظل الحكم الإسلامي. فما الذي غيرهم الآن عن الكلام قبل ذلك عباد الله؟ إذن هذه معلومات ينبغي أن نعلمها، حتى لا يظن أحد أننا متشددون متطرفون، أو أن المسلمين ظلموا أحدا أو تعدوا عليهم أبدا. نقول أسعد أقلية على مستوى العالم يعيشون على أرض مصر هم النصارى الذين يعيشون على أرض مصر بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لأن ديننا يأمرنا بذلك عباد الله، ولم نأخذ أرضا من أحد، بل دخل الجميع في دين الله أفواجا. وبيننا والمسلمون والنصرانية ظلت في مصر 300 عام فقط، هذا زمن النصرانية في مصر، منذ سنة 325 ميلادية على يد الإمبراطور قسطنطين هو الذي أعلن أن النصرانية ديانة مسلمة. نعم، من سنة 51 لسنة 325 كان في نصرانية، بس النصرانية ما أصبحتش ديانة رسمية إلا سنة 325 لما جاء الإمبراطور قسطنطين وأعلن أن النصرانية هي ديانة مصر. ظل ذلك لغاية سنة 641 لما دخل المسلمون مصر وفتحوا مصر سنة 641 ميلادية، يعني منذ أكثر من 1500 عام، ومصر تحت حكم الإسلام بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن عباد الله هذا ديننا وهذا تاريخ ينبغي أن يعرف عباد الله، وأننا ينبغي أن نعرف أن الناس، أن الجميع عاشوا في تعايش سلمي، المسلمون الأقباط عاشوا مع المسلمين في تعايش سلمي. أما بعض الأفراد حفنة من الناس الآن يريدون إشعال الفتنة، فنحن نحذرهم
ونقول ومع أننا ندعو إلى ضبط النفس وأن لا يتعدى أحد، والمرحلة أخذت تمر بفضل الله، لكن هناك بعض الناس يأبى إلا أن يشعلها فتنة. فنحن نقول اعلم يا من تريد إشعال النار أن النار حينما تبدأ تشتعل سوف تحرقك أنت في البداية، سوف تحرق أنت في البداية. ولسنا محتاجين إلى أمريكا ولا غيرها ليحموا بلاد الإسلام بفضل الله، فنحن مسلمون، عندنا دين عظيم، دين يمنعنا من الظلم، دين يمنعنا من التعدي ويأمرنا بالعدل. نحن نعامل الناس بشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، نعامل الناس بشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا، وكذلك لا نخاف من أحد إلا من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلنظهر ديننا عباد الله، ولنظهر ديننا ولنتعامل بشرع الله، والله سوف يدخل الناس في دين الله أفواجا دون ظلم أو تعد من أحد. نسأل الله جل وعلا أن نكون قد أوضحنا هذه الجزئية عباد الله، حتى لا يظن أحد أننا حين نتكلم عن النصارى نشعل فتنة أو لا، بل والله نحن نتكلم هذا الكلام لأجل أن يعرفوا قدرهم ووضعهم، ولأجل كذلك أن تمر الدولة من هذه المرحلة بكل أمن وأمان، ومن هذه المحنة العصيبة ليستقر الوضع ولتعلو شريعة الله هذه الأرض، وسوف يكونون أسعد الناس تحت مظلة الشريعة إن دخلوا في دين الله، وإن كذا إن بقوا على دينهم مع التزامهم بشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اجعل الدائرة تدور عليه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقد الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقد الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.